تي زادت ملي زادت فات على الحال ملي ديتها للمريض قلت زادت ما دارش على الاكسجين هذيك الساعات زادت خفانه ما دارش على الاكسجين ملي جات هنا مده خرجت نهار 4 ايام ملي جيت نهار 7 ايام جا واحد الكريز ملي رديت عليهم قال لي راه ما فيها حتى شي حاجه الا بغيتينا نشدوها 5000 ريال الليله وهي راه ما فيها حتى شي حاجه ملي ردينا عليهم صافي بغاش يشدوها صافي ملي جات كنتسناها ملي دارت 4 شهور كنتسناها تقلب نتسنى زعما تنوض زعما دير شي حركه صافي اليوم غدا اليوم غدا دارت 8 شهور صافي ديتها درت لها سكانير قال لي راه الاكسجين ما وصلش للمخ درت لها الشبكه مع نفس المشكل الان ودابا انت كتشوفي الحمد لله على كل حال هذا هو المشكل ديال الاولاد وعندها 3 سوايع ولا 4 هذه في النهار ديال الماكله ولا ما نعسش حداها ما تنعش هي الاخره لما نعسش انا حداها ما تنعش ولا ما قلبتها دابا ما تقلبش حاليا ما تقلبش وكنبدل ليها مستعمل ليها ليكوش صافي والماكله ما وكلت انا ما كاينش لي وكل ما تبغي تاكل حتى شي واحد ملي تزادت بدات الملامح ديالها كتبدل ملي دارت ديك 8 شهور صافي ملي شتها ما دارت لا حركه لا والو صافي ديت هذيك الساعه درت لها سكانير وشفتي بان الملامح ديالها ولات كتبدل هي عاديه كانت غليظه وكانت عاديه بحال اي تربيه عادي ما باينه فيها حتى شي حاجه ولكن باش تحرك وباش تقلب وباش تزيد تحبو داكشي صافي ما دارش ليا هكاك صافي وانا دخلني الشك وانا نمشي درنا لا سكانير ودرنا لها الشبكه نفس المشكل كيقول لك راه ما طلعش لها الاكسجين المخ مشات لصقات في الكرش نشفات وكتفهمي شنو كتقول كنفهمها دابا وهي كتعرف كل شيء اي حاجه قلتي لها فين هي كتوريها لك اي حاجه قلتي لها توريها لك بعينيها كيدير الخطا اللي كتشوفيها بعض المرات كنبكي بعض المرات كنكون انا وكيله كتعطر في الماكله كنبكي ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد دابا كتشوفني هي حسات بيا دابا عاد بدات تبكي وعاد تخلع وتقول لك ما تبكيش يعني كتحس بيها هاي كتعرف الا مشيت للسوق ولا خرجت للحانوت ولا مشيت للمدرسه كتفهم تقول لك زعما راه مشات كنقول لها انا مشيت صافي كتبقى في الدار ساكته كتبكي ما والو شعلت التلفازه وخليها عندها 12 عام وما بيناش فيها عندها 12 عام ولكن النمو ناقص ما كت... من الماكله ما كتقدرش تمضغ فهمتي خصها ضروري تحلي ليها شويه العصير تحلي لها شويه الصوبه الا كانت شي حاجه جاريه بحال هكا ولي كوش الا ما بدلتي ليها خليتها مثلا لبستها الحوايج يخرج لها الماء ما تحملش حالها بداك الماء كيطيبها ما تبغيش خصي ضروري دابا الما كانت ليكوش واخا نبغي نسرحها شويه نقول حيد لها ليكوش راه زمطه ما تبغيش عاد تسرد صافي ما تبغيش وكيف كديري معاها انا عندك وليدات اخرين شحال عندك من الحمد لله ملي كتشوف عندي هذاك الوليد وهاد البنيه وهاد البنيه هادي يلاه عندها دابا ما كملاش الشهر وكل الحمد لله انا كن نعاني معاها ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد محرومه هي من ما كنقدرش دابا خواتاتي هنايا في سيدي مول ما كنقدرش نمشي نخليها ونمشي عندهم هما مساكن كيبركو لي بركو ويجيو عندي مره يجيبوا باكيت ليكوش مره يجيبوا لها ما تاكل بحال هكا يجيبوا لها حوايج تكسو كلشي ما كنقدرش انا نمشي عندهم دابا مده عام دابا عمري ما مشيت عندهم على قبلها هي المركوب والطوبيس وكتدخل مثلا شافت شي هراج ولا شي صداع في الطوبيس ولا شي اكتظاظ بحال هكا ما كتبغيش كتخلع وكي كيكون الزبوة شوية وصافي ملي درت لها العملية ولات مؤخرا دابا تشوف الطبيب لا سطاب ليا بيضة دمو حي لحقو هنايا ولكن ما تهدرش ما تبكيش بفمها كتحس ملي داروا لها العملية مؤخرا لا تشوف الطبيب هاك تقول لها الطبيب تشوف الطاب ليا بيضة لابسها دمو حي وصلوا هنا ولكن ما تبكيش كتقول لك داكشي اللي درتو ليا زعما اللي داروا ليا كتفهم اي حاجة قلتها لها كتفهمها دابا ما تبكيش كنخليها نمشي للمدرسة 3 كيلومتر تقريبا ديال الطريق كنمشي نجيبو وبا كيديه مع الصباح ولا كنصيفطو مع الجيران مره مره الا كانت مريضه هي بحال هكا ولا كان عندي شي غرض كنصيفطو مع الجيران وكنسد عليا سكينه الباب وكنخليها اغلبيه كنوصي عليها واحد جارتي الا مشيت مثلا ديت خوتها سبيطار شي حاجه كنوصي عليها واحد جارتي ولا الا كان با هنا ولا يعني هي في الحياه بحال يعني بحال معيشاش ودابا كتبغي تخرج برا وانا ما نلقاش ليها جيت خصوصا فاز رمضان كاع يلا من المدرسه لهادي والفطور وداك الشيء ما كنقدرش يا ربي كنخرجها قسمين وكندخلها وديك قسمين كتفرح بها كتقدري تبقى سهرانه معاها في الليل كتنوض 3 مرات حتى 4 الا كانت مريضه ما كتنعش كاع ولا ما نعسش حداها دابا خا وخوتها ينعسوا وخا با الا ما جيتش انا حداها ما تنعش دابا كتعرفيها شنو كنعرف اش بغات كنعرف اش بغات دابا بغاتني نهزها وكتقول لي ما دويش زعما مع الناس كتبغيني نسكت ما تقوليش انا ندوي مع الناس بحال كدخلت عندها شي مره تقول لي سكتي ما دويش زعما معاها فهمتي ما لقيتيش ليها جهد ما لقيتش ليها جهد لجهد الله سبحانه وتعالى الله ينصر سيدنا والله كنطلب منكم من المحسنين ومن
اللي سخان الله بشي حاجه يعاونيه في ليكوش، وبحال الماكله دابا كنبغي ناكل اغلبيه شي حاجه جاريه. وبالنسبه للمركوف راه شفتو على عينيكم طرق بزاف، كنبغي نديها دابا على حساب دراسه، بغا نديها المركوف ما كاينش ما قدرتش نديها. علاش ما نضرب مسوسي اللي خصني نديها حتى الكليه الطبيه باش نحيدهم ليها. يعني هنايا مسافه والمركوب كتخنق، هي مثلا ركبتها في الطوبيس مع داك المازوت وديك الريحه ديالها ما كتستحملش، الا ركبت في جوج مركوبات ولا ثلاثه بزاف. انا براسي ما كنستحملش، ما وقعها هي. والحمد لله على كل حال، الله ينصر سيدنا والله يجازيكم بخير تمحدوا معانا. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.